السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنستكمل شرح الليسونز بتاع الميرورز. كنا المرة اللي فاتت درسنا النوع الأولاني من الميرورز اللي هو بلان ميرور. النهاردة إن شاء الله you will study the second type of mirrors which is spherical mirror. What are the spherical mirrors? It is a mirror that its reflecting surface is a part of hollow sphere. يعني الميرور اللي هي السفيرة دي بتبقى عبارة عن ميرور مقطوعة من سفير، بس السفير دي بتبقى من جواها بتبقى hollow يعني مجوفة. The kinds of spherical mirrors، في عندك two kinds of spherical mirror. في عندك concave mirror اللي هو الشكل ده بتاع اللي ظهر، وفي عندك convex mirror اللي هو الشكل التاني اللي ظهر. الكونكيف ميرور والكونفكس ميرور، ايه الديفرنس بينهم؟ احنا ممكن على فكره نلاحظه في المعلقه اللي هي ناحيه الشمال، الجزء الداخلي بتاعها ده هو ده بنسميه كونكيف ميرور. المعلقه اللي هو الجزء اللي ناحيه اليمين ده اللي بنسميه ايه؟ بنسميه كونفكس ميرور. ندرس الكونكيف ميرور والكونفكس ميرور. الكونكيف ميرور الديفينيشن بتاع its reflecting surface is the inner surface of the sphere، يعني السطح العاكس بتاعه يعتبر جزء من الجزء الداخلي بتاع السفير. الكونكيف ميرور زي ما انت شايف في الصوره اللي تحت، لو في بارل ريز نزل عليها، البارل ريز دي بيحصل لهم ريفليكشن وكلهم بيحصل لهم كولكشن ان وان بوينت، كلهم بيتجمعوا في مكان واحد. عشان كده الميرور دي بنسميها كونفرجنج ميرور. كونفرجنج ميرور يعني ميرورز مجمعه، بتجمع ايه؟ بتجمع اللايت في مكان واحد، يبقى ايت كولكتس لايت ريز افتر ريفليكشن كولد كونفرجنج ميرور. عندك بعد كده كونفكس ميرور. الكونفكس ميرور العكس بتاع الكونكيف ميرور، its reflecting surface is the outer surface of the sphere. لو انت ملاحظ في الصوره اللي تحت ان في بارل لايت ريز نازلين على الكونفكس ميرور، كلهم حصل لهم ريفليكشن بس حصل لهم دايفرج. دايفرج يعني ايه؟ يعني اتشتتوا عن بعضيهم، ما اتجمعوش في مكان واحد زي الكونكيف ميرور ما عملت. فهنا حصل لهم ايه؟ حصل لهم دايفرج. يبقى دي بتعمل دايفرج لايت ريز افتر ريفليكشن، عشان كده بنسميها دايفرجنج ميرور. دي كده كومبير بتوين الكونكيف ميرور والكونفكس ميرور. نقولها تاني، الكونكيف ميرور اتس ريفلكتنج سيرفيس از ذا انر سيرفيس اوف ذا سفير. الكونفكس ميرور اتس ريفلكتنج سيرفيس از ذا اوتر سيرفيس اوف ذا سفير. الكونكيف ميرور ات كولكتس لايت ريز افتر ريفليكشن. الكونفكس ميرور ات دايفرجز لايت ريز افتر ريفليكشن. الكونكيف ميرور كولد كونفرجنج ميرور. الكونفكس ميرور كولد دايفرجنج ميرور. جيف ريزون، هو يجي يقول لك if this is a concave mirror is called converging mirror، تقول because it collect light rays falling on it. الجيف ريزون اللي تحت، convex mirror is called diverging mirror because it diverge light rays falling on it. عندنا بعد كده يا جماعة في 7 definitions أو 7 concepts related to spherical mirror. الصورة اللي ظهر قصادك دي في point في الميدل بتاع السفير اسمها اللي مكتوب عليها C. البوينت دي بنسميها اسمها center of curvature of mirror. ده center of curvature بتاع الميرور. لو سألتك ايه center بتاع curvature بتاع الميرور، هتقولي ده center بتاع السفير which the mirror is a part of it. يبقى definition بتاع center of curvature it is the center of the sphere which the mirror is a part of it. وفي ملحوظه كده ان السنتر زي ما انت شايف في الصوره اللي قصادك، ان هو يعتبر in front of reflecting surface of concave mirror and lies behind the reflecting surface of convex mirror. ده كده definition number 1. definition number 2، شايف البوينت اللي في الميدل بتاع الميرور اللي مكتوب عليها P؟ دي بوينت في نص الميرور بالظبط، دي بنسميها بول اوف ميرور. يبقى بول اوف ميرور الديفينيشن بتاعها it is a point in the middle of the reflecting surface of the mirror. الديفينيشن الثالث اسمه radius of curvature والسمبل بتاعه R. الديفينيشن بتاعه it is the radius of the sphere، يعني ده الراديوس بتاع السفير that the mirror is a part of it، اللي الميرور دي جزء منها. Or في ديفينيشن تاني، it is the distance between center of mirror curvature and any point on its surface، يعني المسافة ما بين السنتر بوينت على السنتر واي بوينت على الميرور سيرفيس. دي كلهم بنسميهم ايه؟ بنسميهم radius. الديفينيشن الرابع اسمه principal edges، شايف اللاين اللي هو بيعمل جوين ما بين السنتر والبول، اللي ما بين السنتر والبول، اللاين اللي ما بين السنتر والبول ده بنسميه principal edges. يبقى ال principal edges definition بتاعه the straight line between center of mirror curvature and its pole. في definition secondary axis. secondary axis definition بتاعه any straight line passing by center of mirror curvature and any point in its surface except the pole. يعني اي line بيعدي ما بين السنتر واي point على الميرور ما عدا البول، لان هو لو عدى بالبول هيبقى principal axis، لكن لو عدى باي point تانية هيبقى اللاين ده اسم secondary axis. كده احنا عرفنا ان الميرور ليها one principal axis
So spherical mirror has uncountable number of secondary axes. ليها secondary axes كتير جدا and only one principal axis لأن هي ليها only one pole. عندك definition number 6 اللي هو الفوكس. الفوكس ليها نوعين يا جماعة. الفوكس في type من الفوكس اسمه principal focus وفي نوع اسمه virtual focus. الصورة اللي ناحية الشمال انت ملاحظ ان اللايت كله بعد ما حصل له ريفليكشن حصل له كولكشن في وان بوينت اتجمع في مكان واحد. البوينت اللي اللايت اتجمع فيها دي اسمها ايه؟ اسمها فوكس. وانا الفوكس بنسميها برينسيبال فوكس او ريل فوكس لان الفوكس دي هنقدر نشوفها بوضوح وهتبقى باينه على سكرين يعني ممكن نستقبلها على سكرين. يبقى البرينسيبال فوكس الديفينيشن بتاعت دي از ا بوينت اوف كولكشن اوف ريفليكتد لايت ريز ان ذا كونكيف ميرور يعني نقطه تقابل الريفليكتد ريز من الكونكيف ميرور. الصوره بقى اللي ناحيه ناحيه اليمين انت ملاحظ ان البارل ريز لما نزلت على الكونفكس ميرور الكونفكس ميرور عملت دايفيرج. شوف الريز اتشتتت اهي فما تقابلوش. بس لو عملنا اكستنشنز جوه الميرور اكستنشنز يعني امتدادات لو مدينا اللايت الريفلكتد لايت ريز جوه الميرور وطبعا الاكستنشنز دي بتبقى وهميه الاكستنشنز دي بتتقابل في فوكس وهميه برضه فبنسميها فيرتشوال فوكس. ده الديفينيشن بتاع ذا بوينت اوف كولكشن اوف اكستنشنز ولازم نقول هنا اكستنشنز اوف ريفلكت لايت ريز ان ذا كونفكس ميرور. يبقى احنا عرفنا كده ان الكونكيف ميرور بتعمل برنسبل فوكس او ريل فوكس وعرفنا ان الكونفكس ميرور بتعمل فيرتشوال فوكس. ديفينيشن نمبر 7 الفوكال لينث. فوكال لينث ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الديستانس ما بين الفوكس والبول. شايف البوينت اللي مكتوب عليها في؟ الفي دي اللي هو البول يعني الفي اعتبرها بي اللي هو ايه البول. وشايف البوينت اللي اسمها اف دي اسمها فوكس. المسافه بينهم اسمها فوكال لينث. يبقى الفوكال لينث ذا ديستانس بتوين فوكس اوف ميرور اند اتس بول دي بنسميها فوكال لينث. وبرده يا جماعه الفوكال لينث بيبقى هاف الفوكال لينث يا جماعه في معلومه كده ان هاف الراديوس. يعني لو زي ما انت شايف كده على الصوره ان الراديوس والفوكال لينث انت ملاحظ ان الراديوس دبل الفوكال لينث او الفوكال لينث هاف الراديوس. يعني لو الراديوس ب 20 سنتيمتر يبقى الفوكال لينث ب 10 سنتيمتر. لو الراديوس ب 100 الفوكال لينث هيبقى 50. لو الفوكس لو الفوكال لينث هو اللي 40 مثلا يبقى الراديوس هيبقى 8 سنتيمتر. طيب في بروبلم بتاع بيقول لك الكونكيف ميرور اتس دايمتر از 4 سنتيمتر كالكوليت اتس فوكال لينث. الدايمتر ب 40 يبقى الراديوس ب 20 يبقى الفوكال لينث هيبقى 10 سنتيمتر. What does it mean to buy the focal length of concave mirror equal 10؟ هتقول this means that وتقول ال definition بتاع ال focal length the distance between focus and pole of mirror equal 10 سنتيمتر. هنكتفي بهذا القدر وإن شاء الله المرة الجاية ندرس بقى الكونكيف ميرور بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.